السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كان وصلوا معكم في مجموعة ديال الاقتراحات، اقتراحات الدكتور ماتوق اللي كتعلق بتعديل مدونة الأسرة. دكتور مرحبا. نعم دكتور، جاتني عبر الهاتف لان حتى الرقم ديالي يا دكتور ولات كانت ما كنعرفش الناس وكنلقى رسائل. ما سيفتالكش انا. فاذا طلبت من السيده تواصل معنا عبر الرقم المهني، وفعلا هذه واحد 3 ايام تقريبا عندك نفس الرساله. ما صحبني انا اللي سيفتالك. لا جن على بركه الله. اليوم نتكلموا على الوكاله. طبعا هذا التدخل هذا ديال الوكاله اليوم هذا يعني تعديل قانوني قح، ليس له انعكاسات مهمه جدا على يعني توازن داخل الاسره بقدر ما هو اجراء يمكن يسروه ملي يكون بعض الايام تيتعذر الانسان يقوم بمسطره التطليق وهو بعيد ولا هو في شي مشكل عنده شي مشكل الاخير وما يقدرش يحضر وخصو الوكاله. فلاحظنا بانه المحاكم كانت تتردد ما بين تقبل طلاق بالوكالة أو تطليق بالوكالة وبين أنها ترفضه وما تقبلوش، بحجة ترفضه أنه تقول لك مدونة الأسرة تكلمت في فصل 17 على الزواج بتوكيل، ولكن تقول لك ما هضراش على طلاق. وطبعا تخصنا نرجع للمبدأ القانوني ولا الفقهي العام اللي هو في عدم وجود المنع يجوز. إذن بما أن النص القانوني ما منعش طلاق او التطليق بالتوكيل فاذا يجوز، فنرجعوا للمبادئ العامه ديال قانون العقود والتزامات ونرجعوا للفصل 400 من مدونه الاسره اللي كتقول بانه في عدم، وهذا الفصل هذا غنتكلموا عليه تا هو عنده حقه، غادي نعطيو حقه الا ما تقلتش عليكم سمحوا لي نقرا عليكم، راه مهم جدا فصل 300 400. فيه جوج ديال الجمل. كل ما لم يرد به نص في هذه المدونه يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. شوف المبادئ العامة دي المدونة الأسرة هي هذه، المبدأ المالي المذهب المالكي ثم الاجتهاد الذي يراعى فيه ماذا؟ تحقيق قيم الإسلام. شوف أول حاجة نتكلموا على الإسلام، ما يمكنش مدونة الأسرة تخرج من نطاق دي الإسلام والشريعة والمبادئ العامة للدين الإسلامي. تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وراه المساواة اللي كنهضروا عليها ماشي ديك المساواة اللي كيهضروا عليها شي وحدين، المساواة بين الرجل والمرأة، لا، هذه المساواة ديال الإعطاء لكل ذي حق حقه، كيف كنعطي لهذا الحقوق ديالو الرجل نفس الحقوق، أي حقوق أيضا للزوجة أو المرأة تهي تاخذ حقوقها، ماشي أنا نعطي الحقوق ونكون مجحف حق المرأة، هذا هو المقصود بالمساواة، أي كل ذي حق يأخذ حقه. كل صاحب حق يأخذ حقه. والمعاشرة بالمعروف، إنه هو الفصل 400 كيرجع للمبادئ العامة ديال المذهب المالكي، والمذهب المالكي يجيز الطلاق والزواج بالتوكيل. إذن من بعد تناقضات ديال المحاكم عاد استقرت محكمة النقد في أنها أجازت التطليق بالتوكيل. فالمدونة خصها طرح هذه النقطة هذه ديال التطليق بالتوكيل أو الطلاق بالتوكيل باش ما يوقعش مشكل وما توقعش لخبطة في الأحكام أو في القرارات ديال المحاكم الاستئناف فيما يتعلق بالتطليق أو الطلاق بالتوكيل. فكما يجوز الزواج بالتوكيل وعنده واحد الشروط معينة تخصنا أيضا نجيز صراحة باش ما يوقعش اللبس التطليق أو الطلاق بالتوكيل ونوضع له الشروط ديالو. شكرا دكتور على التوضيح. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.